قوله سلام. الله جل في علا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماذا يحصل إذا طبقت هذه الآية؟ قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. سؤال: أما اشتقت إلى الله؟ أما اشتقت إلى لقاء الله؟ أما اشتقت إلى تلك الدار التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أما اشتقت إلى قول الله: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر.